كمترشح اليوم كيفاش تقرا ربما الشروط نتاع هيئه الشروط اللي حطتها هيئه الانتخابات للمترشحين، حكايه البطاقه الثلاثه، الجنسيه التونسيه للاصول والفروع، عدد التزكيات، الضمان المالي، كيفاش ربما التغيرات في مساله التزكيات اسم الام وتاريخ الاصدار، يعني كيفاش تراها الشروط؟ هل تعتبرها شروط تعجيزيه بالنسبه للمترشحين؟ هي تمس بحق الترشح، راهو انت كي تعطي حق تعطيه شروط لإثبات ذلك الحق، مش باش تحاول تحد منه لأنه هذه تحد راه بالنسبة للمترشحين. وأنا مذهبية بصراحة إذا فما خوف من الترشحات مذهبية تونس الكل يرفعوا شعار لنترشح جميعا، أي ترشح شنو المشكل؟ اللي عنده الشروط التونسي يترشح عنده الحق مادام عنده حقوق المدنية والسياسية. جي تعمل له أنت معناها عوائق كبيرة أكثر من اللازم. طب ليه جنسية الجد الرابع؟ إيش تعمل بها بالله؟ تنزل تحل المضمون تلقاه التونسي. تونسي معناها فما جنسيه بالاكتساب وفما جنسيه معناها ياخذها الانسان بالولاده. فهمني؟ يعني ثابت معناها زايد هو تونسي سيء معناها. فهمني؟ معناها فما نوع من التزايد. التزايد هذا يحد معناها في الحصول على ذلك الحق وممارسته. وهذه نعتبرها هنا من الهينات، لكن هي الشروط موجوده من قبل الراي في بالي حتى في القانون الانتخابي القديم. ما نجمش نلوم على شخص جديد عملها. فهمني؟ باهي، انت كما قلت ان المترشحين تقريبا قاعد يلفقوا لهم في قضايا يوميا ويساقون تقريبا كل يوم الى السجون، واخر من فتح ضده فتح بحث تحقيقي هو المترشح عبد اللطيف المكي، قبله كان لطفي المرايحي تم ايضا القبض عليه. ماكش خايف ربما مع هي مش هي كلمه تلفيق بالنسبه لي انا، هي قضايا موجوده في بالي انا واستدعاهم وهذيك اجراءات الابحاث وكل شيء. انا كقاضي نقول لك الكلام هذا. فهمتني؟ معناه ما نجمش نجزم، يعني ماكش خايف انت ترفيق. ماكش خايف انت ربما من استهدافك اذا كان ترشح نتاعك جدي؟ عندي ما خاف، انا ما خاف كما ربي. وفي نفس الوقت معناها يعني انا انسان نظيف وما عملت حتى شيء ممكن باش نتحاسب عليه قانونيا. قاضي ونعرف حدودي القانونيه بالضبط ونعرف شنو نعمل وشنو نفكر وشنو معناها نتكلم وكل شيء. فهمتني؟ معناها الحمد لله اتمتع بسمعه طيبه. البيت روام تاعي معناها خضرة ما فيها حتى شيء. فهمني ولا؟ معناها فمش حتى شيء باش يخاف منه انا. شنو انسان ما يعمل حتى شيء شنو باش يخاف؟ شنو سيحال من اجل استنشاق الاكسجين مثلا؟ غير معقول معناها.